السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيلم. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو انت اول مرة بتشوفنا على اليوتيوب اهلا وسهلا بك معنا في قصة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة هي حلقة من ضمن سلسلة عاملها عن اضافات كيوبيس 15. اول حاجة هتكلم فيها في السلسلة ديت هي الستيم سيبريشن، فصل الجزء. يعني ازاي يكون عندي تراك زي اللي قدامي ده ابتدي افصله لفوكال ودرامز وبيز وباقي الالات كلها في تراك واحد. كل ده بقى موجود جوه كيوبيز. هستفيد ايه من ده؟ بكل بساطة اقدر ان انا اخد جزء من الفوكال واعمله سامبلر على سامبلر تراك وابتدي اشتغل بيه، اخد جزء من البيز عشان اقدر استخدم ستيم سيبريشن. هسلك على التراك واروح لأوديو واختار سيبريت ستيم، هتطلع لي النافذه دي قدامي فوكال درامز بيز واثر. بيقول لي ان هو هيفصص لي التراك ده للاربعه تراكات الاساسيه دول. تحت كمان بيقول لي ميوت سورس ايفنت افتر سيبريشن، يعني اكتم صوت التراك الاساسي بعد اما تفصل. وانا طبعا هسلك عليه. كل اللي انا هعمله هقول له سيبريت سيلكتد ستيم. قبل ما اعمل ده احب اقول لكم ان انا مش هوقف الفيديو واجري الحتة دي، لا انا هسيبها في الريل تايم بتاعها عشان نشوف هي سريعة قد ايه مقارنة باي حاجة تانية بنستخدمها. خلص اللي حب أقوله إن الجهاز بتاعي مش أقوى حاجة، في أجهزة كتيرة جدا أقوى منه ومع ذلك خد الوقت القليل ده. تعال نسمع التراك على بعضه. فوكال بس، درامز بس، بيز، انسترومنت. طبعا هي مش اقوى حاجة بس هي الفصل يعتبر معقول متوسط. لما تيجي تقارنها بالسبكترا ليرز، طبعا السبكترا ليرز يتفوق عليها جدا، ولكن ستيل هي موجودة عندنا في الكيوبيس. لو عجبتك الحلقة ما تبخلش عليها بلايك وشير الفيديو مع اكبر عدد من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. بالختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.